حبيباتي أحبائي، السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير إن شاء الله، والأمور على ما يرام. رمضان مبارك كريم إن شاء الله، يا ربي تقبل منا ومنكم يا أرحم الراحمين، يا ربي تهز علينا هذا الوباء. قبل ما نبدا معكم الفيديو البنات، بغيت نهضر معكم في واحد الموضوع، لأنني كنت وعدتكم الفيديو اللي نزل لكم اليوم ديال الجولة في ليدل. نورمالمون كنت غادي نحط لكم الفيديو ديال ماما ملي مشيت معاها، ونتقاسم معكم المشتريات فقط بين قوسين. الناس هكا اللي غيبغيو يتقداو لوالديهم باش ياخذوا فكره فقط، ولكن للاسف مسحتو البنات، ما نكذبش عليكم، مسحتو، خليت لكم غير واحد اللقطه ديال مكمنه كتسلم عليكم. مشيت عندها دابا انا، يلاه دخلت مشيت عندها كتسلم عليكم، كتبارك لكم رمضان. كان واحد الفيديو كله جد مؤثر، فريمون بكات ان ما قدرناش نتسالمو، ما قدرتش نقعد معاها، ما قدرتش، استغفر الله العلي العظيم. مهم، قدر الله وما شاء فعل، الله يهز علينا هذا الوباء، وانا ما بغيتش نعطيكم الطاقه السلبيه. فالمهم بنات، تهلاو في مهماتكم اللي مازال المهم تحيه تهلا فيها، واللي مهمتها ميته الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه، هي وجميع موتى المسلمين يا رب العالمين. كما انني وعدتكم ووعد الحر دين علي، استسمح منكم لان فيديو فعلا كله بكا، خليت لكم غير اللقطه ديال مكمنه اللي كتسلم عليكم، وغتشوفوها حتى هي، لانني انا فيلميتها من التحت، هي كانت في البالكون، خويا اللي هو لتحت الصغير هو اللي دا التقضيه طلعها. فغادي تشوفوا هذه اللقطه، استسمح منكم ان شاء الله نديروا لكم فيديوهات مقبله كيهز علينا ربي هذا الوباء، مع مكمنه ومع ليندا وفايدة والاحباب كاملين، حباباتي كلكم كنوجه لكم تحيه من هذا المنبر. يلا دابا عاد غادي ندخلوا ان شاء الله. كما قلت لكم غادي اليوم نتقاسم معكم واحد الفيديو جد مفيد، غيفيدكم في رمضان انا اكيده، ومن غير رمضان كذلك، اللي هو ديال العجينه السحريه. سبق لي وحطيتها، ولكن حاطها شحال هذه، شي عامين تقريبا. اليوم بغيت عاد نتقاسمها معكم، وغنخرجوا منها عده اشكال، غنديروا مملحات. هذه العجينه السحريه كتخدم المملحات، وتخدم كذلك اللي بغيتو، ولا داكشي اللي كيكون حلو. الا بغيتو تخدموا داكشي اللي حلو، غتحيدوا غير المنسمات بطبيعه الحال، وديروا فيها باقي المقادير. هنا عندي 500 غرام ديال الطحين، الدقيق الابيض نص كيلو مغربل البنات. غنحتاجوا ليه واحد البيضه، الملح، شويه ديال الفلفل الاسود، شويه ديال الثوم بودره، شويه ديال الزعتر. غنحتاج واحد الملعقه كبيره ديال الحليب بودره مجفف، غنحتاج واحد الملعقه صغيره ديال خميره الحلويات، غنحتاج تقريبا زوج الملاعق ديال ياغورت ناتور اولا دانون مسوس طبيعي، غنحتاج ملعقه صغيره تاع الزبده، وغنحتاج هنايا ملعقه صغيره تاع سكر سنيده، درت عليها ملعقه صغيره تاع خميره تاع الخبز، الخميره الفوريه، درت ملعقه صغيره حيت عندنا الحل سخون، الا عندكم الحل بارد زيدوا شويه الخميره، وبطبيعه الحال الحليب الدافئ، وزيت الزيتون اولا هذا الزيت المنسم بالاعشاب تقدروا تخدموا به، هذا راه محطوط حتى هو في القناه كاين، ولكن انا غندير اليوم غير زيت الزيتون. صافي هذه هي المكونات، غنبتديو مباشره على بركه الله. كيسمعوا فيك البنات امام، الله يبارك فيك الميمه، امين يا رب العالمين، وكلهم باركوا لك رمضان الميمه، امين يا رب العالمين الميمه. ما تبكيش امي، انت ما تبكيش، تبكيش، ربي كبير سبحانه، الله يهز علينا هذا الوباء. المهم الله يهز علينا هذا الوباء. المهم البنات، خليتكم مع المقطع تاع مكمنه اللي كتسلم عليكم وكتبارك لكم رمضان. دابا اول حاجه غادي نديرو بعد شويه ديال الحليب الدافئ، غنديروه في الخميره والسكر باش يتفاعلوا ليا، فقط غير شويه. بالنسبه الحليب البنات، ما نقدرش نعطيكم القياس، كيبقى على حسب الخليط العجين ديالكم نتوما. صافي غادي نحركهم مزيان باش يتفاعلوا. وكتجي واحد العجينه هشه وقطنيه بزاف البنات. نهبطوا الخميره، صافي غنخليها تتفاعل. هنا غنجيب النواشف غادي ننزلهم كاملين، الا هاد الزعتر غادي نحكوه هكا شويه بين يديا،
الا بغيتو ديروا شي منسمات اخرى ديروها اللي عندكم، اي منسمات كتفضلوها نتوما ديروها البنات. وغندير البيضه، وغادي نجيب ملعقه باش ندير الياغورت ناتور. قبل ما الياغورت غادي نجيب الزيت، غندير زوج الملاعق هكا ديال الحساء، ها الاولى ها الثانيه، وغادي ندير نصفي هذا من الماء، وغندير زوج ديال الملاعق ديال الياغورت صافي. ونتسنى على الخميره تتفاعل وعاد نرجع لكم ان شاء الله. صافي هنا كما كتشوفوا هي الخميره ديالي تفاعلت، غنضيفها مباشره هنا على باقي المكونات. وغادي ندير العجين ديالي يتعجن، بقى غير الزبده والحليب. الحليب غنبقى نضيف فوغيا ميزور، يعني بشويه بشويه، ما تكتروش بزاف حتى تحصلوا على واحد القوام اللي هو متماسك ولكن نوعا ما كيلصق في اليد. انا غادي نوريكم ديك المرحله باش ما يجيكمش الفيديو طويل، لان مازال غنتقاسم معكم الحشوه ان شاء الله، وغنتقاسم معكم الاشكال تاع المملحات. صافي هنا كما كتشوفوا البنات تقريبا 10 دقائق وهي كتعجن، شفتوا كما قلت لكم متماسكه ونوعا ما كتلصق في اليد، ولكن ماشي داك اللصيق اللي كتعرفوا يعني باش بقات تلاصق كامله، لا انا وريتكم القوام ديالها. ها دابا غادي نحاول ننزلها من هاد، وغادي نزيد هنا ملعقه ديال الزبده 10 دقائق تقريبا وهي كتعجن، وانا كنزيد في الحليب تدريجيا. بالنسبه للكميه تاع الحليب انا دات ليا هاد 0.25 لتر، ولكن ماشي ضروري نتومايا تهز لكم نفس الكميه، كيبقى على حسب نوعيه الدقيق وعلى حسب البيض، الحجم تاع البيضه واش صغيره ولا كبيره، الدقيق واش كيشرب ولا ما كيشربش. فزيدوا الدقيق عفوا زيدوا الحليب تدريجيا للاشاره فقط. ثاني بالنسبه للاخوات اللي ما بغاوش يديروا الحليب، يمكن لكم تعجنوها بالماء الدافئ، لان درنا فيها دانون مسوس، دايرين فيها الحليب بودره، دايرين فيها الزبده، يعني داكشي كله غيجيب لنا العجينه ديالنا قطنيه وهشه. انا غير زدت لها الحليب يعني باش نزيد نعزز القوام ديالها. من نتوما ماشي ضروري، كل واحد يدير اللي متوفر عنده في دارو. صافي هنا غنخلي غير الزبده تعجن ليا مزيان مع دخل في الزبده في العجينه مزيان، وواحد تقريبا 5 دقائق هكاك، ونغطيها في فيلم اليمونتير ونخليها تضاعف الحجم ديالها، وندوزو ان شاء الله باش نديرو الحشوه. شنو بغيت نقول لكم ثاني البنات، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شنو بغيت نقول نسيت، مهم تترجع ان شاء الله الفكره في راسي ونقولها لكم. صافي هنا كملت العجين، تقلت لكم غنتلاقى معكم كي نوجد الحشوه، ولكن شوفوا هنا دخلت كاع الزبده. واللي نسيت قبيله باش نقول لكم، بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش هكا العجانه اولا البيترا، يمكن لكم تعجنوها بيديكم، ولكن غير ديكوها واحد 15 دقيقه تقريبا. شنو غنديروا دابا البنات، غناخذ واحد تقريبا ملعقه تاع الزيت كبيره صافي، وغنحاول ندوز على الواجهه ديالها هكا من التحت، نهزوها باش ما تلصقش. صافي وغنغطيها بالفيلم اليمونتير ونخليها ترتاح، نوجد كاع المقادير تاع الحشوه. الحشوه راه كتبقى اختياريه، المهم هذا اللي كنعطيكم انا كاقتراح فقط لا غير، كل واحد كيدير اللي متوفر عنده. صافي هكا وغنخليها ها نتوما تتشوفوا تضاعف الحجم ديالها، ونوجد المقادير تاع الحشوه نتلاقى معكم. انا البنات وجدت كل شيء ديال الحشوه باش ما نطولش عليكم بزاف في الفيديو. هنا كما كتشوفوا عندي بصله كبيره قطعتها هكا مربعات او مكعبات صغيره، عندي واحد زوج الحكاك تاع الشامبينيون المعلب جوج صغار، صفيتهم غسلتهم وصفيتهم مزيان. هنا كانت عندي الفلافل الملونه في المجمد، هيا جبتها مباشره ونخدم بها، يعني ماشي نجبدها نخليها تديكونجلا، وكذلك القزبر والمعدنوس. كالا اخر لحظه البنات انا كنت غادي نخدم غير بالطون هذا تاع
لاصوص طوماط. وشفت بان عندي هنايا البلون ديال البولي، يلاه جبدته من المجمد، غادي نرميه هكاك ماشي مشكل. غندير جوج الحشوات مختلفين، زيتون مقطع دوائر هكا قطعته، وهنا عندي فروماج غابي. غنبداو مباشره نديرو في التوابل. غادي نطيب بعد هاد الحشوه قبل ما نرمي الدجاج، نقص شويه باش نخلطو مع الطون، والنص الاخر غنخلطوه بالدجاج. فالمهم غنحتاجو للزيت، الزيت كيبقى تقريبا ما بين 4 المعالق كبار او لا 5 مملوئين جيدا باش يتقلى لينا هادشي مزيان. كبه الطريقه هادي، صافي غنكتفي بهاد القدر. غادي ناخذ شويه ديال الملحه، الملح كيبقى حسب الذوق، ولكن ما تنساوش بان الزيتون مالح والجبن مالح. هنا غادي ندير غير شويه هكا، غادي ندير شويه ديال الثومه بودره، هذه كذلك اختياريه ولكن كتبنن. الناس اللي متوفره عندهم يديروها، اللي ما متوفرش عندهم يديروا واحد الرويز تاع الثومه صغير. عندي كذلك البصل المجفف اونيون، غادي ندير منه شويه، بقيت واحد الملعقه صغيره باش تزيد تبنن لي الحشوه ديالي هكا، صافي الله يجعل البركه. والتوابل طبيعة الحال فلفل اسود، كيبقى على حسب الذوق، شويه ديال الزنجبيل، شويه ديال الفلفل الاحمر الحلو اولا التحميره البنات، بابريكا، صب واحد الملعقه صغيره هكاك، صافي. وغادي الكركم، خرقم عود مطحون، كركم، والكمون ما غاديش ندير بزاف، غندير واحد راس ملعقه هكاك، صافي. وغادي ندير هاد التوابل كلها، هاد الحشوه كلها تقلى مزيان، وعاد نرجع لكم باش نقص النصف تاعها ان شاء الله. صافي البنات، هنا الحشوه ديالنا وجدات كما كتشوفوا، نشفت تماما، مابقاش داك الماء. غادي ننزل نصف الحشوه اللي غادي نخلطها مع الطونه كما قلت لكم، والنصف الاخر غادي نضيف عليه هكا صدر تاع الدجاج اولا البيض تاع الدجاج. عندي كان عندي مقطع في المجمد، غادي ننزلو نخلط، صافي غير يطيب ليا الدجاج. هانتوما عارفين صدر تاع الدجاج دغيا كيطيب، كيشدش الوقت بزاف. يشرب ليا ديك التتبيله وديك التوابل. بالنسبه لهاد الحشوه هادي، غنضرب لكم الكاميرا هكا، غادي نضيف عليها طونه ديال الطماطم. نتوما يمكن لكم ديروا اي حشوه اللي عندكم، اللي بغيتوا بغيتوا ديروا غير الخضر ديروهم ماشي مشكل. غادي نضيف كميه كامله تاع الطون، غنضيف نصف الكميه تاع الزيتون، وهنا غنضيف نصف كميه تاع الزيتون، وهنا غادي نضيف نصف الكميه تاع الجبن، ونخلط كلشي حتى يجي نسوي هاد المقادير ها الحشوه الاولى ديالنا وجدات. صافي ها الحشوه الاولى وجدات. بالنسبه للحشوه الثانيه ملي غطيب ان شاء الله، هذه اللي في المقله هنايا، ملي غطيب غنضيف عليها كذلك هاد الجبن المبشور. صافي ها الحشوه ديالنا وجدوا، مهم اهم حاجه تكون الحشوه ناشفه باش ما تفزكش لينا العجينه وما تنجحش معنا، ما ينجحوش لينا يعني المملحات ديالنا. صافي غنتسنى على هاد صدر الدجاج يطيب، نضيف عليه حتى هويا الجبن، نديرو هنا نخليهم تيبردوا ونطلقاو نبداو نشكلوا في المملحات ان شاء الله. وجدوا الحشوات هنا كما كتشوفوا، الحجم ديال العجين ما شاء الله تضاعف. ها انتما ها
ارتاحت على ما وجدنا الحشوات. هنا وجدت غير شويه ديال الدقيق باش غنسرح العجينه، وجدت المدلك ديالي، واحد السكين، واطار باش غنقطعو وغنزلو مباشره هاد العجينه، نخرجو منها الهواء. هنا غناخد غير النصف، كتجي واحد العجينه روعه روعه البنات، صدقوني ما غاديش تندموا الا جربتوها. هذه هي غادي نكون منها هكا كره ونخليها ترتاح، نجمعوها هكا البنات. راه هكا كما كتشوفوا، ونرجع هنا ونغطيها باش ما تكونش ليا ديك القشر الناشف. هكا صافي، غندوز مباشرة ندير شوية ديال الدقيق، وغنبدا هنا نكون واحد الكويرات هكا، الحجم اللي بغيتو نتوما، كبار صغار كيما بغيتو، باش نخرجو الشكيل اللون. الثانية غنكمل بنفس الطريقة البنات كما كتشوفوا معايا، من بعد ما حليت الكويرة ديالي، السمك ديالها هو هذا مرقيق مغليظ لان مازال غادي تنفخ. غادي نجيب شويه ديال الحشوة، بسم الله هكا الوسط، وغادي نجيب واحد السطالة وغادي نبدا نجمع فيها بحال هكا البنات. خبيزة عاديه نجمع، بطبيعه الحال غتحيدو داك الزائد، هاد الزائد هذا كامل نحيدوه، ولكن تاكدوا باننا سديناها تماما هكا. كنتحصلوا على خبيزه، نديروا لها شويه ديال الدقيق لتحت، وغنجيبوا السكين وغادي نبداو نديروا لها هكا فتوحات. تحاولوا تقادوهم غير بشويه، هكا بطبيعه الحال السكين يكون حاد البنات. فوالا، وكتجيبوا زيتونه هكا كديروها الوسط، كتثبتوها هكا. فين هنا راني سبق ليا ديجا وصوبت وحده، هذا الشكل الاول، غندوزو للشكل الثاني. صافي هنا غندير معكم الشكل الثاني، غادي تحلو بطبيعه الحال العجين ديالكم عادي، واش باين ليكم في الكاميرا. تحصلوا على السمك اللي بغيتو نتوما. صافي غادي نديرو شويه ديال الحشوه، غنديروها هنا على شكل طولي، شكل بوده، هكا بهذه الطريقه بصح يديه. شفتوا الحشوه ما درتهاش من هنا، خليت شويه ديال لي سباس، علاش؟ باش نشد هذا العجين هذا ونقلبوا على الحشوه بحال كنغطيو الحشوه ديالنا هكا. تحاولوا تقادوها على شكل طولي، وكتجيبوا هذا تاع البيتزا، جراره تاع البيتزا، وكدير واحد الخطوط البنات هكا، وما كتمشيوش حتى الراس. صافي، وكتدوروا العجين ديالكم، راه واحد العجينه رائعه البنات. كنجيو هنا كنثبتو هكا، كنثبتو العجين ديالنا من التحت، وكندوروه هكا بحال الهلال، بحال كرواسون. هانتوما البنات الشكل ديالها كيجي رائع،
ندوزو لشكل اخر ان شاء الله. انا من بعد ما حليت العجينه كامله قطعتها بهذه القطعه هذه، غنجمع هذا العجين اللي بقى غير هكا نلمو البنات ونخليها ثاني تترتاح باش نخدم بها. ديرها في بابي سيرفيغيزي هكا كما كتشوفوا. وهنا ان شاء الله الرحمن الرحيم غنبداو نخدمو. ديرو شويه ديال الحشوه هكا ونتنيوهم على جوج بحال لي شوسون هكاك ونثبتوهم. ضروري خصهم يتثبتو مزيان البنات باش ما يتحلوش. ديروا هاد العمليه جوج المرات حتى تتاكدوا بانها تسدت. صافي في هاد الاثناء غتجيبوا الموس، حيدي هذه من هنا وغدوا ديروا هكا فليحه البنات باش تجي. هكا بهالطريقه كيجيو دي شوسون هكا. صافي والشكل الاخير اللي غادي نخرج معاكم. المهم انا هنا انتم البنات درت، شوفوا تبارك الله وصل عمبي، درت هادو الخبيزات لي سامبل ودرنا هادو الهلاليات ودرنا هادو الخبيزات، درنا لي شوسون كما كتشوفوا. وغنوريكم غير الشكل ديال الخبيزات كيفاش كيجي ساهل. وهاد الحشوه اللي بقات لي وديك لاباط غنخرج منهم البيتزات، لان هاد العجينه فعلا كلش المملحات. هانتوما البنات كديروا الحشوه الوسط. صافي وكتجمعوها عادي البنات هكا. نتوما كتدخلوا الحشوه ديالكم صافي، وكنحيدوا هذه اللي زايده هنا باش كتجي الخبيزه ديالنا خفيفه. حاولوا هكا تاكدوا. صافي ها خبيزه ديالنا. صافي غادي نكمل هادو البنات، غادي ندير ندعنهم قدامكم بالبيض باش ندخلهم الفران. وعاد ان شاء الله هذه اللي بقات لي غنخرج منها دي ميني بيتزا. درت الفرن على درجه حراره 180 البنات. هنا جبت صفار ديال البيضه غنضيف عليه شويه ديال الخل. هانتوما واحد القطيره ديال الخل بانسو، وغنخلط هادشي مزيان. صافي وغنبدا ندهن هكا، ما كنخليهمش يخمروا. صافي البنات ها كندخلو ندهنهم وندخلهم مباشره للفرن هكا. تحاولوا غير بشويه باش ما تهبطوش ديك الخميره البنات. وكندير ليهم شويه ديال الزنجلان اولا سانوش اللي عندكم نتوما واللي متوفر في البيت عندكم. ندخلو الفران ونطلق معكم. العجينه الاخيره اللي بقات لي كما كتشوفوا سرحتها. هنا جبت اطار صغر من هذاك الاول، المهم الحجم نتوما اللي كتحكموا فيه. هذا اللي خدمت به في الاول، هذا اللي غنديرو دابا. غنقطع هكا دي ميني بيتزا. بسم الله شوفوا البنات العجين ما كيدي فورماج، راه كيبقى هو هو. ومن عطيتكم عده اقتراحات ومازال ان شاء الله الرحمن الرحيم نتقاسم معكم باذن الله. صافي نجمع كلشي هادشي نعاودو تاني نخدمو بها. راه ما كتعجنش، شفتو كيفاش كندير ليها البنات غير هكا، وكنديرها في الفيلم اليمونتير ونخليها ترتاح ونعاود نخدم بها تاني. غادي نجي نتك البيتزا ديالي هكا الزربه هكا بارتو البنات. تحاولوا باش ما تنفخش بزاف. هنا غنجيب هاد الصلصه صوص سبيسيال بيتزا اللي كنت صورتها لكم كتبع في اوشون البنات. غادي نجيب شويه ما غندخلش العجين حتى يطيب، غنجيب بحال هكا ندير شويه ديال الصلصه او هكا تسرحوها على الواجهه
شبيه ليكم في الكاميرا. سرحوه هكا، غير شويه البنات، حيت الحشوه اللي باقا عندي طيبه، فيها شفتوا تبارك الله مقومه من كل شيء. صافي، وغنخدم بيدي، غنجيب شويه ديال الحشوه بحال هكا. هذه الحشوه تاع الطونه، غنزيد شويه الحشوه هنا تاع البولي. تبارك الله هذه نص كيلو شحال عطاتنا من حبه البنات، وباقي ما كملتش العجين كامله، راه باقي ثاني خليته يرتاح حتى نعمر هادو. بغيت غير نديرهم معاكم، اكيد غيجيكم الفيديو طويل، استسمح منكم بزاف، ولكن كنبغي نشرح بالتفصيل داكشي اللي كنعرفو نتقاسمو معاكم، راكم عارفيني. صافي، وهنا غادي نجيب شويه ديال الجبن، نزيد شويه ديال الحشوه هنا باش تجي باينه، وهنا شويه ديال الجبن المبشور. يلا خرجتو من المجمد ولكن ماشي مشكل. صافي، وكديروا هكا شويه شويه. صافي البنات، هكا اللي بغات تزيد زويتينه تزيدها هكا، اللي ما بغاتش ماشي ضروري. المهم انا شي غندير فيه شي ما غاديش ندير فيه، حتى تشوفوا معايا الاشكال ديال الاطباق النهائيه. بطبيعه الحال الفرن 180 درجه حراره. حبيباتي احبائي، هذه هي الاشكال النهائيه ديال المملحات اللي درنا اليوم مع بعض بالعجينه السحريه، كتجي اكثر 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 من رائعه. شوفوا البنات الهشوشيه، انا غادي نحل لكم باش تشوفوا الحشوه. بسم الله، شوفوا البنات، شوفوا كيفاش قطنيه العجينه كلها هكاك، ما بغيتش نحلها لكم كامله. هانتوما حتى لي شوسون، هانتوما هانتوما كلهم كيف كيف. ها شفتوا، حتى هادو كيجيو ولا اروع. شفتوا الشكيلات كيفاش كيجيو البنات. المهم هادو غير الشكيلات اللي درت معاكم، تبارك الله كاينه هاد الخبيزات، هاد الخبيزات كيجيو هكا، هذا الشكل الاول. كاينين الخبيزات جوج شوسون، وهادو اللي على شكل كرواسون، اربعه ديال الاشكال. بالنسبه للبيتزا، هانتوما البنات غادي نقرب لكم ولا اروع ولا اروع. هاد العجينه كتصلح لكل شيء. بيتزا راه باقا سخونه البنات، يلا خرجتها من الفرن. شوفوا شوفوا كيفاش رققتها، وكيفاش البنات نفخات. هانتوما كيجي شكيل ديالها ذهبي، وكتجي هكا غارني معمره مليح. وهادو اللي ما درتش فيهم الزيتون، مهم ديك الحشوه باش ما تضيعش لينا. والعجينه راه رائعه البنات، غير جربوها وتفكروني، ما غاديش تندموا. مهم غنقول لكم نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، الى عجبكم ما تنساونيش من الدعم، لي لايك، الاشتراك في القناه، وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. اللي مازال ما نضمش الوصفات نونو يضغط على الزر الاحمر تحت الفيديو، واللي ما لا تبارطاجيو الفيديوهات ديالي مع الاهل والاحباب الى عجبكم بطبيعه الحال، فضلا وليس امرا كتشجع لي القناه باش نعطيكم ما افضل وما احسن، وتشجعوني كذلك على صفحتي على الانستغرام لينيفير دو نونو. نشكركم على المتابعه، دمتم في رعايه الله، والى فيديو قادم باذن الله. مع السلامه، احبكم في الله. حافظوا البنات.